بالدولار ونص تقريبا، يعني الدبل، انه بياخذ له ونسيله. يعني مثلا اذا 65 سنت على 100 السياره بتاخذ 65 سنت على 100. اذا معه تريلا تبعته كمان بياخذ 65 سنت على 100 للتريلا. وصل الميل معه هو سيارته وتريلته شي $3. هون بتربطه امريكا عم بيبني، يعني اذا بيبيعها امريكا مع شي نيو برانزك عم بيقول لي 45 سنت، يعني عم بطلع قليل كتير، بس بتربطه بتحسبه يعني كويسه 45 سنت. ايه بيرك عم بحس كمان اجار البيت نيو برانزويك $700-$800 بعتقد تاخذ شقه، بس هون بتورنتو انت غرفه ما بيعطوا. هون بعرف شاب مستاجر غرفه بالسودان، استاجرنا له غرفه بالزور $1200 هون صاحبه غرفه، غرفة انه طلاب حدا يقول لي انه غرفة طالب تجي او لا، لا غرفة الطالب ما بتاخدها تحت $2000 ما بتاخدها. اذا جنب الجامعة برضه مواصلات او شيء، بس هون عم يعني نحكي بشكل عام اجار الشقة هون بتورنتو تبلش ب2000 وفوق. هلا بتلاقي بيوت قديمة مثلا ب1600 1700 بس ما بتنسكن. عم نحكي مناطق متطرفة عن تورنتو، ما عم نحكي بالداون تاون. الداون تاون بعتقد يعني هو تحت $3000 بالشهر لإيجار شقة. إيه عم يقول لي بنيو برانزويك نيك آدم منطقة حلوة مثل ساوث جون، منطقة حلوة أنا رايح له، بس رايح له بس ما بعرف كل هالغد اسعار ايجار البيوت يعني ارخص. حتى اذا بدك تشتري بيت يعني مثلا 100-150 دولار تشتري بيت هاوس هون بتورنتو، يعني
عضوية، دويليب، أبواب، يطلع جنبك بالسيارة يشوفك آخر 8 أيام مشان شاغل، ما بصير تكون شاغل فوق الوقت المحدد الأولاني. هذا ما بيعطينا طريق، هذاك طالع ونزل بهالسرعة لهلا. تفضل. هذه ان هندية.
كيلو تقريبا، بعبيها بقنيني هدول تبع المي الصغار، الكيلو يعني بطلع لي شيء 5 قنينة تقريبا، هدول 5 ما بعرف 4 5 ايام 6 حسب ما اكون سيفقع مي. بحطها بالبراد بتكفيني يا معلم شي شهر ونص شهرين، لين بيجوا الشباب لعندي المسهر وين قهوه بعطيهم، والله بيعرفوني بعمل قهوه. ايه هلا اجباري انا بكتر، هلا لو بس عم بعمل الي ربع كيلو نص كيلو بتكفيني شهر، بس اجباري بعمل الي للشباب لانه طيبين، بحسب حساب رفقاتي شباب على كيف كيف ربكم، يعني ما كل الناس بتتعاشر هون للاسف، لو كانوا من بلدك لو كانوا من طائفتك حتى لو كانوا اخوه، في اخوه ما بتتعاشر، اذا عنده هون كندا كان يحكي معه، ما تجي تقول له مثلا ليه ما بتحكي مع اخوك يا زلمه؟ الدم ما بصير مي يا اخي، موسى مو الدم ما بصير مي، الدم بصير عصير، بصير بيبسي كمان اذا بدك، مو بس مي. عالم ما عم نحكي على كل العالم، عالم لا بقى تتحلل ولا بقى تتحرك، عالم عم بتشوف صرنا مثل اولاد الصغار، اول ما بيوعوا على الدنيا بتلاقي هيك ولدين عمرهم سنه سنتين، واحد شاف بيد الثاني بسكوتي او ايس كريم شلون بيبكي، بعدين قد ما بيبكي بشوف ما حدا جاب له ايس كريم بروح بيقتله بياخذ له الايس كريم، هيك صاير فينا مو نحن بس، انه هيك عم نشوف العالم، بعض عالم يعني كمان ما مستثني، يعني عيش الاكابر والمشايخ وذاك العالم والخضر، هيك عم نشوف بعض عالم بقولوا لك الدم ما بصير، لا يا اخي الدم مو بس عم بصير مي، عم بصير عصير كمان بيبسي، والله العظيم يا اخوك اذا عم موت ما بجي وقف جنبه، وبعض عالم اول ما بتملك معه كم ولد عندك؟ 6 اولاد دغري شغل آلي حاسبة براسه، 6 اولاد انت بتطلع لك هيك بالشهر، انت بتدفع هيك بالشهر، انت بتصمد هيك بالشهر، لازم يكون معك هيك بالشهر، اللهم صل على النبي. جوجل جوجل طول ما هو بارك لا، رحنا على فلان محل جبنا موني، رحنا على فلان محل بلاش، طبعا هدول الدولة بتوزعهم اسمه فود بنك، اكل ببلاش توزعه للعالم محتاجه دغري، نحن على فلان بنك جبنا اكل، نحن على فلان والله سجلنا له للاولاد على المعونه، والله ما شاء الله جوجل عم بقول لك ايش بدك، بتلاقي ما بيشتغل، ها بتلاقي ما بيشتغل، ما شاء الله بيته ما ناقصه شيء، ما ناقصه شيء، ولد شاب صاحبي اللهم لا حسد دي عين. شو بك ركب سياره 2020 خلط عين يا معلم، 2020 شلون اشتريتها هي؟ منين جبت مصاري؟ هيك يعني على دروشته، ما هو انه
ايميلهم في كندا الا من رحم ربي. صير معي كثير شغلات. لما انا عم بشتري سياره، اول سياره بشتريها بكندا، والله البنك ما اعطاني قرض مشان اشتري سياره، ولا بحكي مع شاب صاحبنا قال لي يا زلمه خذ مرتك ويعطوك قرض. العمل يضرب، بدي اخذ مرتي عشان يعطوني قرض، ما بدي القرض كله. قال لي والله مثل ما عم بحكي معك، قال لي بس يشوفوا مرتك معك دغري بيعطيك قرض البنك. مثلا بروح على محل مصيف فيه
خبير انا بهالشيء. بعتذر منكم كثير كثير، بس اذا يعني مثلا اذا فيني ساعدكم والله بساعدكم، انه مثلا بدكم ورقه من هون او تبعتوا اوراق لهون تحطوهم بمحل، او مثلا بدكم اروح لكم على شي محل هون جنبي اشوف لكم اذا في تقديم او شيء. مثلا بنت اخويا ذيك اليوم جامعة حلب يعني ما شاء الله اخذ 98% ادب فرنسي انجليزي، بتحكي فرنسي انجليزي بالبول، وعم بتدرس وهو استاذ بجامعة حلب وعنده مدرسة خاصة ما شاء الله احوالهم فوق منيحة، دراساتهم كلها تفوق ما شاء الله على العيلة. اللهم صل على النبي. ايه قالت لي عمي بدي تساعدني مشان اقدم على الجامعة عندكم بلندن. قلت له والله عمي بعيوني مش بدك انا معي. بعثت لي اوراق نحن سلمناهم للجامعة، جبنا له رابط الجامعة. قلت له عمي إذا بدك أنا جاهز، يعني واحد لحم ودم مثل ما بقولوا. والله العظيم ما طلع بإيدي لا أنا ولا هي، مع إنه قدمت هي فيزا دراسية، والله ما طلع بإيدي. أخوي هو بلبنان، حاولت كتير قليل كتير قليل أجيبه يا أخي ما أحسن. حطيت له كفلة هون، عينت له بالبنك، بدك تنيم له بالبنك مصاري. والله نيمنا له بالبنك، حطينا له كفلة، مشينا له أوراق وعلى 24. يا أخي ما له نصيب، ما له نصيب. لبلدي 17 ساعة، يعني 9
تصور 14 ساعة من هون للسيبيريا، 10,000 كيلومتر من هون للسيبيريا، من أول كندا لآخرة 8,000 كيلومتر، يعني شي 7-8,000 كيلومتر. يعني تصور إذا بدي أروح من أول كندا لآخرة كان بفضل أروح على سوريا موصل، لأن أدرك ساعتين شقد بدك بتسع كندا؟ شقد بدك بتسع؟ وعدد سكانه 34 مليون، يعني شو بقى البلد الضخم وعدد سكانه 34 مليون. الله بيجيك مقسمة ما شاء الله، الشعب الصيني اخذ المركز الاول مليون نسمة، الشعب العربي 450 ألف هيك حسب معلوماتي،
تبي بس تحط جوازك على السكينر وعلى الماكينة وتشرب البتاكي. هذول ماكينات اللي تعرفوهم تبع البيبسي